ثلاثه ديال الاهداف الاساسيه. هذا الهدف الاول هو هذه المنطقه عرفت واحد الحريق قبل سنتين اللي اتى على ما فوق 1800 هكتار بصدد اعاده تعديل هذا النظام البيئي باعاده تشجير هذه المناطق اللي تحتها النيران، في نفس الوقت توسيع هذا المجال للمؤهلات ديال المنطقه، لان مازال بحال شفتوا الاحواض المائيه خاصها معالجه دقيقه، لا معالجه ميكانيكيه تثبيت التربه ولكن كذلك عبر غرس الاشجار. الهدف الثاني وهو ان تثبيت الرمله واحد من الجراف التربه كيمر عبر معالجه هذا الحوض المائي، اللي اولا هو حفاظ على التربه الفلاحيه ككل، ولكن في نفس الوقت بحال اللي شفنا في الطريق على ان كاين لما تكون المناطق المشجره كيكون فيها واحد القابليه اكبر لانجراف التربه. والهدف الثالث وهو اننا في اخر سنه من العشاري 2005-2014 اللي كانت فيه عده عمليات اللي في المنطقه ديال الشرقيه بلغت ما يفوق 50,000 هكتار عمليات تشجير، اذا حنا بصدد تقييم هذه العمليات كلها لبناء العشاري المقبل 2005-2024 على التجارب الناجحه، باش ناسسوا العشاري المقبل على التجارب الناجحه، ولكن كذلك تقويم ما يجب تقويمه لا من حيث المقاربه اندماج المجالي اندماج العمليات، ولا من حيث كذلك العامل ديال الشراكه، لان كنعرفوا على ان يعني تنظيم الساكنه تنظيم ذوي الحقوق كمخاطبين هو الاساس بالنسبه لانجاح هذه العمليات، ولا كذلك من المقاربه التقنيه اللي كترتكز على يعني ما راكمناه من تجارب بالنسبه للمعارف العلميه والتقنيه في هذا الميدان. شكرا. الاسم قادري احمد، مقاول في الاشغال الغابويه ورئيس الجامعه المغربيه لمقاولات الاشغال الغابويه وتهيئه الاراضي الفلاحيه. تنتواجد الان في المنطقه ديال كبدانه دائره الناظور اقليم الناظور. فيما يخص هذا يعني هذا المكان اللي تنتواجدوا فيه الان، هو كان الا كنتوا سمعتوا به لان السنه اللي مضات شبا فيه حريق، وهذا الحريق تقريبا نال تقريبا ما يزيد على واحد 1200 هكتار اللي الان تم التخليف ديالها. الحمد لله هذه السنه هذه فيما يخص كاين عندنا هنا تقريبا 900 هكتار اللي تخدمات هنا الان فيما يخص تشجير عمليه تشجير. وانتم تلاحظوا هنا شجيرات الان اللي من النوع اللي تنستعملوها هنا في هذه المنطقه. هنا كاين تنسميه العرعر الاوكاليبتوس وكذلك الصنوبر. فهنا تقريبا تهيئ التربه انتهى ب 100%، والان عندنا تدشين ديال الانطلاقه الخاصه بالتشجير بعمليه التشجير اللي غتنطلق الان في هذا الموسم ديال سنه 2013-2014. ما فيما يتعلق بالمشاتل اللي تتواجد الان في زغنغن واللي تضم تقريبا على ما يوجد على ما تقريبا واحد المليون و200 الف شجيره، يعني النبته اللي تقريبا هي اللي غادي تحاول تغطي هاد المساحات كلها.